أما رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بهاء أبو شقة فنفى التصريح المنسوب له الذي نشر مساء أمس حول قضية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقال إنه لم يتواصل مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وأكد أن مواقفه يعبر عنها من أرضية وطنية خالصة وليس من أرضية حزبية حتى وإن تعارضت مع رؤية الحزب الذي ينتمي إليه. كما أشار أبو شقة إلى أنه حريص على قول الحق حتى وإن أغضب البعض أو اختلف مع رؤيتهم الحزبية، لأن المصلحة الوطنية على حد تعبيره لا تحكمها في مثل هذه اللحظات الدقيقة مجرد الرؤية الحزبية المحدودة.